السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريك طريقة تستطيع من خلالها رفع أرباحك في جوجل أدسنس باختصار وبدون إطالة. لن أتحدث عن مواقع أو برامج أو نقرات وزيارات غير شرعية تؤدي بحسابك في جوجل أدسنس إلى الحظر، ولكن سأتحدث عن طريقة مضمونة وأيضا مدعومة من جوجل أدسنس تؤدي أو يعني بدورها تمكن الزائر من يعني جذبه للنقر على الإعلان، وبالتالي ترتفع أرباحك وتزيد أرباحك في جوجل أدسنس. هذه الطريقة تكمن في منع بعض المواقع من عرض إعلاناتها في موقعك. ستسألني ما الذي سأستفيده من ذلك؟ ركز معي مشاهدي الكريم، فعندما يدخل زائر جديد إلى موقعك أو مدونتك سيظهر له إعلانات اعتمادا على الاهتمامات والمواقع التي يزورها. فيعني بالطبع الزائر يستخدم الفيسبوك ولديه حساب في الفيسبوك ويتصفح الفيسبوك ودخل إلى مدونتك، يعني دخل إلى الموقع الخاص بك، وبالتأكيد لسان آخر يوجد به الفيسبوك أو يعني فاتح الفيسبوك ودخل إلى الموقع الخاص بك، وبالتالي ستظهر له إعلانات الفيسبوك في المدونة الخاصة بك أو الموقع الخاص بك. وبالتالي يعني الزائر لن يستفيد من شيء من هذا الإعلان، فهو يعرف الفيسبوك ولديه فيه حساب ولن ينقر على هذا الإعلان ولن يستفيد منه، وأنت أيضا لن تستفيد من هذا الإعلان، ولن يعني يؤدي بذلك يعني إلى انخفاض عدد أرباحك وانخفاض عدد النقرات وتحصل على أرباح أقل. فإذا قمت بمنع الفيسبوك من عرض إعلاناته على موقعك فسيعرض ستظهر إعلانات جديدة للزائر، ألعاب، منتوجات للشراء، غير ذلك من الإعلانات الأخرى التي يستفيد منها وتجذبه وينقر عليها. فيعني أنصحك باستعمال هذه الطريقة بمنع الفيسبوك، بمنع العديد من المواقع الأخرى أو الإعلانات الأخرى التي تراها غير مناسبة في الموقع الخاص بك، وبالتالي سترتفع أرباحك. فهي يعني مجربة هذه الطريقة واستعملها، ويعني عن تجربة شخصية وأدت إلى ارتفاع أرباحي بشكل ملحوظ في جوجل أدسنس. هذه الطريقة سهلة جدا، فقط يعني بالانتقال إلى موقع أدسنس، إلى لوحة التحكم الخاصة بك في حسابك. بعد الدخول إلى لوحة التحكم ستذهب إلى اللو and block ads، من هنا يعني تذهب إلى AdSense وتختار هذا الخيار من الأعلى. بعد ذلك كما ترى أمامك هنا قمت بمنع الفيسبوك blocked، يعني الفيسبوك يعني كل هذه الإعلانات، غير ذلك من المواقع التي قمت بمنعها ومكنتني يعني بعد منع هذه المواقع لن تظهر لي إعلانات الفيسبوك في موقعي مرة أخرى. طريقة المنع يعني سهلة جدا، فكما قلت لك عند الدخول هنا تذهب إلى هذا الخيار، تكتب بعد ذلك هنا أي موقع تريده، على سبيل المثال facebook.com، وتقوم ب block URLs. الآن ذهب إلى هنا، أصبح يعني لا يعرض أي إعلانات في موقعك أو مدونتك. لإرجاعه لعرض الإعلانات طبعا ولا أنصحك بذلك، فقط تقوم بالضغط هكذا على اللود حتى تمكنه أو هكذا حتى تمنعه، وبعد يعني فترة قليلة لن تظهر إعلانات الفيسبوك أبدا في حسابك. يمكنك يعني منع أي إعلان آخر تراه غير مناسب لموقعك فقط ب يعني أخذ يعني اليو ار ال او الرابط لهذا العنوان، يمكنك يعني بالضغط عليه. طبعا اذا لم تكن تضغط على اعلاناتك ومرة واحدة لا توجد اي مشكلة، فكلنا نعرف ان الضغط على الاعلانات في موقعك تؤدي الى حظر، ولكن مرة واحدة لا توجد مشكلة. يمكنك كذلك يعني اذا كنت تعرف الرابط فهذا شيء جيد جدا. كذلك يمكنك ان تنقر على نفس الاعلان في موقع اخر حتى لا تعرض نفسك لأي مشكلة، ولكن مرة واحدة يعني مجربها شخصيا لا توجد بها أي مشكلة. قم بأخذ العنوان ولصقه هنا وقم بالضغط فقط على بلوك يو ار ال حتى يتم منع هذا الموقع من عرض إعلاناته في المدونة أو الموقع الخاص بك، وبالتالي تزيد عدد أرباحك، كذلك تمنع الإعلانات الغير لائقة من الظهور في موقعك. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء إن أعجبتكم هذه الحلقة لا تبخل علي مشاهدي الكريم بالنقر على زر لايك، كذلك سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتي على الفيسبوك وزيارة المدونة th3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.